بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجعلنا من خير الذكارين خير الشكرين لك يا ربنا الأوحد. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، والعدوان إلا على أهل العدوان. مش نرجو للآية 75 من سورة الحج. رب يقول سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة ورسلا ما هم مش هم فقط محل استيفاء، ومن الناس إمامهم إمام الجميع. الرسل هذوما كل ملائكة وناس إمامهم إمامنا عليه الصلاة والسلام محمد المحبوب الأول عند المولى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رغم أنكم يا يهود يا نصارى ويا كرب عملتوا شوية في الرسول الكريم عليه السلام في مكة والطائف وشبه جزيرة الكرب. إن الله سميع بصير. أو ختمة الآية كما ختمة اللي سبقتها، لكن بصفتين من أسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى. إن الله سميع بصير، ما ماش لعبنا، لأنه سبق أن فما توكيد. هنا من يسحب هذا التوكيد هنا غير لام التوكيد. إن الله سميع بصير، تحب يسمع دعاءك وأنت في الحرام. قال النبي عليه السلام، قال كيف أشعث أخبر وملبسه ومأكله ومشربه حرام، أنا يستجاب له، كيف يستجاب له وهو السميع؟ غير ما ترفع صوتك وكل أيام وكل يوم: يا الله يا كريم ارحمنا يا رحمن يا رحيم. هو كما الكلب ذاك عمرو عمل شوية في الدعاء وعبث شوية بالمبهورين به، العارفين يعرفوا الراجل يتكلم بلسانه ومخه وقلبه في مكان آخر معكس. عمرو خالد إلا أن يتوب. احنا ما نلعبوش مشاعركم ونضبوا لكم طريق، احنا نوريكم الطريق السليم ومشاعركم احترموها حتى تولي مشاعر ناس يحترموا ربهم حق الاحترام، وناس يخافوا حق الخوف ويدعونه فيستجاب لهم. قال ربه: ادعوني استجب لكم، لانه شنو؟ سميع بصير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تدعيم لهذه السبيل: ادعو الله آمرا ناصحا، ادعو الله وأنتم موقنون الإجابة. علاش اليوم هذا ماش إجابة؟ خاصة من أمتكم اللئام اليوم، اللصوص عند السلطان الجائر المنافق كما كلاب الكربتو من شوف جزيرة العرب إلى مصر إلى اليمن إلى الكلاب تاع سوريا إلى كلاب في كل مكان. الكلاب زيت هما اللي في يدهم مقاليد الحكم إلا من رحم ربنا. صح لي اللي قاعد اليوم في مسؤولية سياسية هو يخشى الرحمة، هنيئا له، لأنه صمد ما فزلوش التيار الصهيوني اللئيم المخرب المعقد لحياة الناس. حياتكم قاعدة تتعقد غلى المعيشة، وهذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ريحة حمراء، ريحة ضربتكم تسمم فيكم، كما قلنا الأسادة وغيرهم في البلاد هابطة المديونية، ولهذا حال الفم حتى كسر ربي لم يتب ويرى ربي ذليلا مستسلما له ومستغفرا حتى يغفر الذنوب. لهذا يحب المزيد، نهار كل تحل التلفزيون نهار كل تشكي، وخاصة ننسى يشكي. شوف أنا وين ساكن يا أخي، أنت إيش عملت باش تحسن حالك؟ تجي بطالة ذراعك مكسر وتعمل هذا يجيب لك، لكن شبيه ممكن يجيبوا فيه بالحلال يبارك فيه ربي، ولا يجيبوا بنية رب العالمين موجودي الخير فيه وفي أمة حتى قيم الساعة. حتى ذوكم تحبوا تفسدوه كي راك
تتلزأ وانت تكذب، مش هيك حالك، بل كل ما عندك من أثاث سقط بعيد بعيد عن الأعين الكاميرات. ها توري باش يزيد الناس تطاطل، باش يزيدوا يكرموك اما بمال حرام ولا بمال حلال، ولا يسعرك لا من هذا ومن هذا. الحرام يزيدك لؤم مع لؤم اللئام، والحلال مش يفيدك الا نهار كنت تشكي تاكل غلة البلاد وتسب الملة اللي هي في البلاد، الملة الإسلامية نقصد. ومن آخر يوم وصلوا راحهم السب تحب تزيدهم زيدهم، وانتم كي بعضكم أهل هذا يطعب الأخر يسمى في الأخر، وعلى كيد يكون بينكم عظيم. نسأل الله أن لا نكون مثلكم في أي شيء من شؤون، والسلام.